شكرا السيدة الرئيسة، السيدة الوزيرة المحترمة. في البداية وإحنا كنتكلموا علماء نطلبوا الله سبحانه وتعالى الله يغيثنا والله يرحمنا. ثانيا هذا الشيء اللي ذكرتيه السيدة الوزيرة كنشوفوه، وأنا كرئيس جماعة ديال مدينة وادي زم وفي الإقليم اللي كنمثلو هو إقليم خريبكة، هاد الأشغال جارية في المدن الكبرى خريبكة وادي زم بجهد ديال تأهيل الشبكة والرفع من المردودية. هذا الشيء كاين وكنشوفوه حتى في السقي، يعني بالطرق اللي هي يعني السقي في المناطق الفلاحيه بطرق اللي هي حديثه تتقتصد الماء، الى ان هذا الشيء يعني لابد من نركزوا على الجوده ديال الاشغال، وباش يكون ايضا واحد القياس ديال الاثار فعلا واش وصلنا للاهداف ديال هذه المردوديه اللي بغينا ديال الشبكه. وكذلك يجب التعميم، تمشيو في الاستراتيجيه ديالكم والاستمراريه. ثانيا لابد ان نذكر المساله ديال ترشيد استعمال الماء في سقي المناطق الخضراء، خاصه بالنسبه للجماعات يعني الجماعات الحضريه، يعني حشومه باش نبقاو نشوفوا. يعني بالنسبه للمناطق الخضراء ديالنا كنسقيو بالماء الصالح للشرب. شكرا سيدي.